الجزائر تتراجع عن المرتبة الأولى في تصدير الغاز نحو إسبانيا، لتتربع الولايات المتحدة على قائمة أبرز المصدرين لمدريد. التشنجات السياسية تفضي إلى تدحرج الشركة التاريخية الطاقوي لمدريد عن مركزه. وحسب آخر الأرقام، واردة مدريد من الغاز الجزائري خارج العقود انخفضت إلى 42%، تم تصدير 24.5 في النصف الأول من هذه السنة مقابل 48.5 في نفس الفترة من السنة الفارطة، وخفضت تقريبا إلى 50% مقارنة بال 2021. صحيح أن كمية الغاز المصدرة نحو إسبانيا انخفضت كثيرا منذ بداية الأزمة، لكن دون أي رد عكسي، ما يؤكد عدم إخلال الجزائر بالاتفاقيات المبرمة، وما يعني أيضا أن الكمية التي انخفضت متعلقة بالعقود الحرة والتي حولت مباشرة إلى إيطاليا باعتبارها الشركة الاستراتيجية البديلة اليوم. الآن في ظل هذه الأجواء السائدة، الآن في ظل هذا التنطع يعني الإسباني الذي أدى إلى هذا الإخلال بهذه العلاقات اللي كانت علاقات متميزة، تجد إسبانيا نفسها في إشكالية. أولا جراء انخفاض إمدادات الغاز الجزائري في السوق الحرة، وكذلك في يعني إمكانيات الزيادة اللي كانت تطمح إليها إسبانيا وتحديدها في العقود الآجلة المبرمة مع هذا الشريك، واللي هي تتراوح بين 9 إلى 10 مليار متر مكعب فقط. وبالتالي فإسبانيا تفقد الآن شريك موثوق، شريك له مكانة في الساحة الدولية، شريك دائما وابدا مثمر على تحقيق الالتزامات تاعو صوب هؤلاء الشركاء. وعندئذ فتصبح إسبانيا هي الخاسر الأكبر جراء هذه الأمور. وأعتقد أن البيانات والقراءات التي تم تمريرها في الصحف الإسبانية مؤخرا تدل على هذه الإشكالية القائمة لدى الشريك الإسباني. حتى وإن تراجعت الجزائر من مراكز التصدير الأولى نحو إسبانيا، إلا أنها ربحت شريكا آخر دون أي خسارة، لتبقى المكانة الاستراتيجية للجزائر موثوقة ومؤمنة للغاز للقارة الأوروبية.